هلا وصلنا على المعرض فييرا بارما. يسعد لي اوقاتكم اغلى متابعين. هلا وصلت على المعرض بمدينه بارما، بعيده عن منطقتي تقريبا شي ساعه. مثل ما وعدتكم راح اقدم لكم كل شيء جديد بيصير. انا من عشاق المعارض وعندي كثير فضوليه لكل شيء بيصير وبيتنظر بايطاليا. هلا اليوم معرضنا راح يكون غير شكل، اسمه مركانتي ان فييرا، يعني التجار بالمعرض. هلا رح نعمل جولة ورح فرجيكم كيف اجواء المعرض، ورح فرجيكم كثير شغلات انتيكا رح تعجبكم على الاكيد. هلا تابعوني لنعمل جولة. انتو شايفين شغلات كلها تقديمي، شوفوا لي هاي المرايه. مثل العادي انا دائما برفقة اخي الياس. بتزور للجميع. هاي فالنتينا. لعشاء الأدوات من فضة. مدينة أثرية حقيقية يعرض فيها أكثر من 1000 عارض من جميع أسواق التحف الأوروبية اكتشافاتهم لعشرات الآلاف من الزوار المحترفين وهواة الجمع ومحبي الذاكرة. إنه حدث فريد من نوعه، أحد أهم الأحداث في هذا القطاع على المستوى الأوروبي. يقدم أكثر من 1000 مشغل أعمالهم الحديثة والعتيقة والمقتنيات التي تم اكتشافها أثناء رحلاتهم، الآلاف من المقترحات الثمينة، ولكن أيضا الغريبة أو ببساطة إعادة اكتشافات ماضينا القريب. شوفوا لي على السلل، هذه سلل كانوا يستعملوها لمحصول الرز هاني بإيطاليا. جراسي. هذا الموقد القديم الإيطالي بيشتغل على حطب، كانوا يستعملوه كمان كغاز للطبخ. يتم تنظيم هذا الحدث مرتين في السنة في الربيع والخريف في مدينة بارما إيميليا رومانيا، ويأتون الزوار إلى هذا المعرض من جميع بلاد العالم. والإقامة في مدينة المطبخ مثل ما هي مشهورة مدينة بارما، أو معروفة أيضا باسم فود فالي، عاصمة وادي الطعام، ولكن أيضا مشهورة كمدينة الموسيقى والفنون. شوفوا هاي الترياش قديمة. مكان التصوير قديمة، شوفوا لها السنة دي، جميل جدا. حتى الحجر القديم جايبينه. Thank you.
الفول يا جمال رائعة جدا. هذه أكيد الأزاز شغل مورانو فينيسيا. السداج القديم المراوح القديمة الخشب. Quello chiedi via Telefono.